احتفلت محافظة الفروانية بالأعياد الوطنية عبر توزيع الهدايا التذكارية على الزوار القادمين والمغادرين في مطار الكويت الدولي. وبهذه المناسبة أكد محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود المالج صباح أن هذا الحفل جاء بجهد مشترك بين المحافظة ومطار الكويت الدولي، مشيرا إلى أن مظاهر الحفاوة في استقبال القادمين إلى دولة الكويت وتوديع مغادريها نابعة من العلاقات المتميزة التي تجمع الكويت وجميع الدول الشقيقة والصديقة. نعم، وأكد الشيخ فيصل المالك أن الهدف الأساسي من احتفالاتنا الوطنية جاء تأكيدا للولاء للقيادة الحكيمة في البلاد وتجسيدا لمعاني الولاء للأجداد وتلاحمهم وتكاتفهم في أشد المحن وارتباط أهل الكويت جميعا بهذه الأرض الطيبة. من الاحتفالية السادسة لمحافظة الفروانية وعلى أرض المطار وفي يوم 22 من فبراير عصر الخميس ندشن هذه الاحتفالية التي كما ترون تواجد محافظة الفروانية بأغلب طاقمها واستقبال وتوديع المسافرين وتوزيع عليهم الهدايا الوطنية. هذه الاحتفالية تعتبر تقريبا يعني السادسة في احتفالات محافظة الفروانية الوطنية، وكما ترون في كل لمسات الحس الوطني الذي تستقبل فيه الأخوة الحاضرين والمغادرين بمناسبة الذكرى 57 ليوم الوطني المجيد والذي يصادف يوم 25 من فبراير، والذكرى 27 ليوم التحرير الأغر والذي يصادف يوم 26 فبراير.